الحضور ديالنا في هذه الوقفة هذه الاحتجاجية جاء على خلفية ما تتعرض له غزة، إخواننا في غزة في فلسطين الأبية، من تقتيل ومن تنكيل من طرف الصهيونية والمدعمة من طرف أمريكا بطبيعة الحال. فاحنا جينا لهذه الوقفة هذه لاعتبار أن أمريكا هي الداعم الأساسي، ولولا الدعم ديال أمريكا ما تجرأت إسرائيل على مثل هذه المجازر. جينا هنا أمام القنصلية باش نوصلوا رسالة كذلك لأمريكا عن طريق السفير الأمريكي بالمغرب بأننا كشعب مغربي لن نتخلى عن إخواننا في فلسطين، لن نتخلى عن إخواننا في غزة، وبأن ما أصابهم يصيبنا، لأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونقول للحكومة المغربية على أننا نطالبها بأن توقف جميع الأعمال مع إسرائيل، أن توقف جميع الاتفاقيات، وأن تطرد السفير أو القائم بالأعمال الإسرائيلي بالمغرب. هذه الوقفة هذه كما قلنا فهي وقفة دعم لإخواننا في غزة، ووقفة تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية عما يجري ويجري في غزة. جينا في هذه الوقفة هذه بغينا ندعموا القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على المجازر اللي كيعانيو منها مساكن، وحنا جالسين في ديورنا ما لا نملك لهم إلا الدعاء وهذه الوقفات هذه. ما مشي درنيق خاطري، بقاو فيا بزاف، وكون كنا نملكوا شي حاجة نديروها لهم، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. مزيد من الثبات خوتنا، مزيد من الثبات، والله يكون معاكم والله يشد الأزر ديالكم. وبغينا اليهود واحد الزلزله تحت الارض، بغينا لهم شي زلزاله اللي تخشوا في الارض ما يبقاوش يبانوا. جينا باش نوقفوا ضد العدو الصهيوني، باش ننصروا خوتنا في غزه والمجازر اللي تقعد في غزه، ونطلبوا الله عز وجل باش ينصرهم ان شاء الله. ماشي سهله، يدمي داك الشيء، يدمي القلب، ونطلبوا الله عز وجل ينصرهم يا رب.